نبدأ معك من مصير ملف المفاوضات. بالرغم من كل التصريحات الإسرائيلية وحتى من قبل السهولة أو المرونة إن صح التعبير التي أبدتها الفصائل الفلسطينية، إلا أن هذه المحادثات لم يتم استئنافها حتى هذه اللحظة. صباح الخير. بحقيقة الأمر سبب عدم استئناف المفاوضات هو الموقف المعلن لبنيامين نتنياهو، والذي يراهن على تقطيع الوقت مثل ما يقولون، وصولا إلى زيارته المرتقبة إلى واشنطن وخطابه أمام الكونغرس الأمريكي بمجلسيه. في حقيقة الأمر أن بنيامين نتنياهو يتصرف انطلاقا من وأيضا يعني دفع المؤسسة الأمنية والعسكرية لكي تتصرف انطلاقا من الافتراض القائل بأن المرونة التي أشرت لها من قبل حركة حماس وفصائل المقاومة فهمت على أنها من علامات الضعف تحت الضغط العسكري والجرائم المتواصلة في قطاع غزة وما ترتكبه إسرائيل من عملية إبادة. هذا الافتراض هو الافتراض الأساس الذي وجه سلوك المفاوض الإسرائيلي. هذا قاله أيضا يعني دافيد برنيع، وقاله رئيس جهاز الشباك في محادثاتهما في مصر وفي قطر. وبالتالي المشهد القائم الآن هو كأن الاعتبار الداخلي الإسرائيلي والخلافات التي يعني أصبحت متداولة على نطاق واسع في كل وسائل الإعلام بين المؤسستين العسكرية والأمنية من جهة في إسرائيل والمؤسسة السياسية، رغم الضغوط التي تمارس على بنيامين نتنياهو حتى من قبل يعني أعضاء الكنيسة من حزب الليكود وأعضاء بارزين، مع ذلك الرجل لا ينوي أبدا أن يغير موقفه، متعنت ومتمسك بموقفه وهو عدم التوصل إلى صفقة. ولكن برأيكم دكتور حسن، هل موجة الضغوط التي يتعرض لها نتنياهو كما ذكرتم سواء من المؤسسة العسكرية أو حتى من قبل الشارع الإسرائيلي الذي يطالب نتنياهو بالفعل بإبرام هذه الصفقة لإخراج المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة، من الممكن أن تتصاعد حدتها ربما في الأيام القادمة مع هذا التعنت من قبل نتنياهو؟ يبدو أن هذا الاحتمال وهو من العوامل المهمة التي يمكن أن يعني تدفع بنيامين نتنياهو لتغيير مواقفه المتصلبة، إلا أن التجربة في الأشهر الماضية تقول بأن القدرة على الحشد أكثر مما نراه في الشارع الإسرائيلي يبدو أنها غير واردة، على الأقل ليس في هذه اللحظة. إذا ما قررنا على سبيل المثال الاحتجاجات التي سبقت عملية طوفان الأقصى ضد حكومة بنيامين نتنياهو، عندما يعني حاولت هذه الحكومة أن تغير من طبيعة العلاقة بين الجهاز القضائي وبين الجسم التنفيذي الحكومة، لا نرى مثيلا لها في الاحتجاج على مسألة العمل على التوصل إلى صفقة وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. السبب في ذلك برأيي يعود إلى أن الجسم الأساسي المتضرر من هذه السياسة التي يتبعها بنيامين نتنياهو، أقصد في المجتمع الإسرائيلي، يبقى هامشيا وصغيرا ومحدودا إذا ما قورنا بالتحالف السياسي الاجتماعي الواسع الذي قاد الاحتجاجات على حكومة بنيامين نتنياهو قبل عملية طوفان الأقصى. نتحدث عن صحيح أن هناك يعني عشرات الآلاف يتظاهرون، لكن ذلك لم يصل إلى المستوى الذي مثلا تدخل فيه المعارضة بكل قوتها على خط الاحتجاجات، أو بناء تحالفات سياسية تحت قبة الكنيسة يمكن لها أن تدفع بنيامين نتنياهو لتغيير موقفه. أيضا هذا احتمال غير وارد، لأن القوى التي تطالب بصفقة لتبادل الأسرى مختلفة على كل الأمور الأخرى، يعني المعارضة مختلفة مع شاس ومع يهدوت هاتورا، بيني جانس مختلف إلى حد ما مع يوآف جالانت وزير الدفاع، ولذلك بنيامين نتنياهو يشعر بالراحة لأن إمكانية تشكيل تحالف اجتماعي سياسي في إسرائيل يجبره فعليا بقوة الشارع أو بقوة التحالفات السياسية لتغيير موقفه مسألة غير منظورة حتى هذه اللحظة. طيب، الحديث الآن لا يقتصر أيضا على التحالفات دكتور حسن السياسية فقط، يعني القادة العسكريون أبدوا مرارا وتكرارا رغبتهم في إبرام هذه الصفقة. في البداية، هل تعتبر هذه التصريحات ربما نستطيع أن نطلق عليها فشل عسكري في قطاع غزة؟ المؤسسة العسكرية منذ أكثر من شهرين وهي تحاول أن تمرر للمجتمع الإسرائيلي وعلى نطاق واسع فكرة واحدة مؤداها أن هذه الحرب قد استنفذت أهدافها، وأنه لا يوجد ما يمكن تحقيقه أكثر من ذلك.
تصريحات الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري في أكثر من مناسبة حول عدم الإمكانية لاستخلاص مزيد من الأسرى والمحتجزين عبر عمليات عسكرية مشابهة لتلك التي حدثت في الأنصارات، غير واردة أن حركة حماس لا يمكن القضاء عليها. وما صدر عن الجيش الإسرائيلي مؤخرا من تصريحات حول عدد الدبابات والمدرعات التي تم خسارتها في قطاع غزة، كل ذلك يقول أن المؤسسة العسكرية قد حضرت الرأي العام في إسرائيل، وهي المؤسسة التي تحظى بثقة المجتمع الإسرائيلي بخلاف عدم ثقة المجتمع الإسرائيلي بالمستوى السياسي على الأقل حتى هذه اللحظة، رغم بروز بعض الاستطلاعات والدراسات مثلا من معهد الأمن القومي الإسرائيلي التي تقول أنه حتى الجيش بات يعني موضع يعني عدم ثقة في بعض الأوساط في المجتمع الإسرائيلي. ما تحاول أن تفعله المؤسسة العسكرية بالضغط على حكومة بنيامين نتنياهو وأيضا باللجوء إلى قوى برلمانية محددة من حزب الليكود ومن خارج حزب الليكود، هو أن تقنع الرجل بأن مسألة البقاء في محور فيلادلفيا ليست بتلك الأهمية، وأن البقاء في محور نتساريم يجب أن ينتهي. هذا كان موقف إسرائيلي سابق، إلا أن المؤسسة العسكرية لا تمتلك الأدوات السياسية دعني أقول أو الدستورية في إسرائيل لكي تستطيع. إذن ما هي الفائدة السياسية؟ هذا على المستوى العسكري، يعني نستطيع أن نقول أنه لا فائدة عسكرية من البقاء في محور فيلادلفيا وأيضا السيطرة على معبر رفح البري، على ما أعتقد أن هذه هي النقاط الشائكة الآن في استئناف المباحثات أو في الوصول إلى توافق ما بين الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي لإبرام هذه الصفقة. ما هي الفائدة السياسية من بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا ومعبر رفح دكتور حسن؟ نعم، في معبر رفح ومحور صلاح الدين مثلها مثل محور نتسارين، ما يريده بنيامين نتنياهو هو إدامة الوجود العسكري والأمني المباشر في محور نتسارين للحفاظ على فصل شمال غزة عن جنوبه، إن لم يكن من خلال وجود مباشر للمؤسسة الأمنية والعسكرية للجيش الإسرائيلي في محور نتسارين، وهذا هو السبب الذي دفع بنيامين نتنياهو للتمسك بمطلب لم يكن مطروحا أصلا، وهو عدم السماح بعودة المسلحين مثل ما قال إلى شمال قطاع غزة. هذا يتطلب من الناحية التطبيقية من الناحية اللوجستية أن يكون هناك وجود أمني وعسكري لقوة ما، إن لم يكن للجيش الإسرائيلي فلقوة أخرى يريدها بنيامين نتنياهو أن تعمل تحت إشراف إسرائيلي. الهدف السياسي من ذلك هو تقسيم قطاع غزة بشكل دائم ونهائي إلى يعني إلى شمال وجنوب على جانبي محور نتسارين. بالنسبة لفيلادلفيا محور صلاح الدين ومحور معبر رفح، هذا يعني أن قطاع غزة سيحكم عليه الحصار الذي استمر حتى الآن لأكثر من 17 عاما، وسيصبح تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة بما في ذلك معبر رفح، وهذا يفتح الباب أمام ترتيبات إقليمية. قيل في الأيام القليلة الماضية أن اجتماعا سريا عقد بين مصر الجانب المصري وممثلين عن إسرائيل وبين ممثلين عن السلطة الفلسطينية سيتم بموجبه ترتيب عودة فلسطينية بإشراف أمريكي مصري إسرائيلي ليس رسميا للسلطة الفلسطينية من خلال عناصر. ما المقصود بهذا المصطلح ليس رسميا بالنسبة للسلطة الفلسطينية؟ نعم، نحن نعلم جيدا عزيزي هذا سؤال مهم جدا، أن المستوى العسكري على سبيل المثال يوآف جالانت في زيارته الأخيرة إلى واشنطن قدم للإدارة الأمريكية مشروعا يقضي بتقسيم قطاع غزة إلى 24 منطقة دعنا نسميها منطقة مدنية يتم الإشراف عليها وحكمها بين مزدوجين من قبل قوى محلية بإشراف إسرائيلي، أي أن تخلق في قطاع غزة 24 جيش لبنان الجنوبي قوات أنطوان لحد، وهي تريد من أي جسم فلسطيني أن لا يكون له تمثيل رسمي، لأن ذلك بالمعنى السياسي يعني إمكانية أن يتم الحفاظ حتى ولو بالحد الأدنى على وحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة. بنيامين نتنياهو يرفض ذلك رفضا قطعيا، وهذا يتفق فيه مع المؤسسة العسكرية بالمناسبة، لأن المؤسسة العسكرية حتى بني جانتس في المعارضة يرفض أن يكون هناك عودة للسلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة. هذا الاتجاه تعزز يوم أمس عبر تصويت الكنيسة على رفض قيام دولة فلسطينية غربي نهر الأردن ب 68 صوت بأغلبية ساحقة. بالمعنى السياسي ما يراد لقطاع غزة هي خيارات تقوم على أن تحافظ إسرائيل أن تحتفظ لنفسها بحق التوغلات والعمليات العسكرية وبإشراف أمني مدني لقوى محلية مدعومة إقليميا،
ولعناصر يمكن لها أن تكون مرتبطة بالسلطة الفلسطينية لكنها لا تمثلها من الناحية الرسمية. أي طرف فلسطيني سيقبل بذلك معناه أنه يقبل بأن يكون جيش لحد جديد في قطاع غزة في خدمة المصالح الأمنية والسياسية بعيدة المدى لإسرائيل، خاصة أن الجيش الإسرائيلي اليوم يسيطر على 26% من قطاع غزة، وقد أقام مناطق عازلة في الشرق وفي الشمال وعلى امتداد محور صلاح الدين بعمق يتراوح بين 500 متر وكيلو و200 متر. هذا يعني تقليص مساحة قطاع غزة، والذي يحدث فعليا على الأرض هو أن إسرائيل تقوم بدفع سكان قطاع غزة إن لم يكن كلهم غالبيتهم إلى شريط حدودي محاذي للبحر، وهذا ما يمكن أن يؤدي فعليا إلى عمليات التهجير. إن لم يكن تهجير فعلى الأقل ستستولي إسرائيل على غالبية مساحة قطاع غزة. هذه هي المدلولات السياسية لما يريد أن يقوم به بنيامين نتنياهو. ولذلك أنا لا أستبعد في زيارته للولايات المتحدة أن يعرض على الإدارة الأمريكية وعلى الكونغرس بمجلسيه خطة من هذا القبيل، ليس نصا وحرفا لكن بهذا المعنى، أن يحصل على شرعية من الولايات المتحدة لخطة عسكرية أمنية سياسية تقوم على احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على كل هذه المساحات وتحويل قطاع غزة إلى مناطق مقطعة الأوصال، مثلها مثل الضفة الغربية بالمناسبة، وهو يريد أن يأخذ هذه الشرعية لما تقوم به إسرائيل أيضا في الضفة الغربية.